مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع. احنا معاكم الان من احدى قرى مركز بنها بمحافظة الايوبية، واللي شهدت منذ قليل سقوط كمية من الامطار طبعا في نوة الفيضة اللي بتشهدها عدد من المحافظات، وسقوط كميات من الامطار على انحاء متفاوتة بالمحافظات المختلفة. طبعا محافظة الايوبية كان لها نصيب من ضمن المحافظات اللي شهدت سقوط كمية من الأمطار مساء اليوم. بدأت طبعا هطول الأمطار على أنحاء متفرقة بمدن وقرى المحافظة، وأعلنت عليها محافظة الأليوبية حالة الطوارئ لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع. يعني إذا ما كانت هناك تراكمات على الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية في المحافظة، طبعا يعني المحافظه بقياده اللواء عبد الحميد الهجان اعلنت حاله الطوارئ وسرعه انتشار معدات شركه مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مدن وقرى المحافظه والطرق الرئيسيه والمحاور لسرعه رفع تراكمات مياه الامطار حال بنسب متفاوته في قرى ومدن المحافظه. وبدات على الفور شركه مياه الشرب والصرف الصحي في انتشار معدات. طبعا انتظام سير الحركة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية في قرى ومدن المحافظة مع انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكافة الطرق والمحاور الرئيسية وقرى ومدن المحافظة لسرعة رفع تراكمات المياه والعمل على تيسير الحركة المرورية ومنع تأثرها بسقوط يعني كميات الامطار اللي شهدتها المحافظه مساء اليوم. ده ايضا بالتنسيق مع الايوبيه لسرعه رفع التراكمات ومنع انتشارها بقرى ومدن المحافظه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انتظام الحركة المرورية على المحاور والطرق ومنع تأثرها بالأمطار اللي شهدتها المحافظة وسط إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار ومنع يعني تعطيل الحركة المرورية وانتقال الأفراد بقرى ومدن المحافظة خلال الساعات الأخيرة من مساء اليوم الخميس. طبعا زي ما شايفين حضراتكم يعني هي مياه الامطار سقطت بشكل متقطع على عدد من قرى ومدن المحافظة وليست في المحافظة ككل. طبعا شهدت وايضا بنسب متفاوتة يعني حسب حدة مياه الامطار اللي سقطت سواء خفيفة او متوسطة. وايضا رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ وتنظيم غرفة عمليات مركزية وربطها بالإدارات الفرعية لها على مستوى المحافظة، وكذلك أيضا أعلنت محافظة الأليوبية حالة الطوارئ وتنظيم غرفة عمليات مركزية وربطها في بالغرف العمليات المركزية أو الفرعية في مراكز ومدن المحافظة، وأيضا ربطها بالمديريات الخدمية لسرعة العمل أول بأول على رفع تراكمات مياه الأمطار. احنا كنا معاكم من احدى قرى مركز بنها بمحافظة الأليوبية. طبعا رصدنا لحضراتكم سقوط متوسط للأمطار وخفيف أيضا على بعض الأنحاء في نوة الفيضة الكبرى بتشهدها عدد من محافظات الجنوب.